بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمن. نمر إلى الآية التالية. لا، كملوها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أين حق؟ حق أنتم أعداء الله. ولا سمعنا عنكم شيء يا شيء بأنكم أهل حق. ريناكم شيناركم، سمعنا عنكم، ريناكم في الكلاب، ريناكم في العنكبوتيات، العياذ بالنظر، حرفة من ناس ماكرين بأهل رب العالمين. وهذا شيء عندكم سلسلة من الجرائم. آن الأوان إما أن تتوبوا وربي يغفر لكم ويفرح بعودتكم إليه، ولا يحق عليكم قول فيلعنكم لعنة لا خلاص منها أبدا، لأنه من قتل المؤمنين عمدا فما آية تورية لكونه زيد شد غضب الله ولنفيته أبدا. وإن أمل لكم منا جزء من الزمان في أي مكان، لكن حق عليكم اللعن يا أهل اللعن بالتمام والكمال.